اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفي اللي مشرفني ومنورني هو المهندس مازن مرزوق، رئيس لجنه المسابقات بالدوري الممتاز. برحب بحضرتك يا فندم، مشرفنا ومنورنا. مساء الخير، اهلا بيك. قلت للناس ان الحوار مهم. الحوار مهم بطبيعه الحال لانه الناس دلوقتي بقت محتاره في دوري ولا مفيش دوري، طب العقوبات عامله ازاي؟ ولذلك حضرتك مشرفنا ومنورنا. قبل ما ابتدي معاك بالسؤال، خليني اقول لحضراتكم خبر مهم، انه في مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل باذن الله في الاتحاد المصري لكره القدم لتقديم الجاهزين الفنيين، الجهاز الفني للمنتخب الاول بقياده الكابتن شوقي غريب، وايضا المنتخب الاولمبي بقياده الكابتن حسام البدري. في دوري ولا فيش دوري؟ ان شاء الله في دوري، يعني ان شاء الله باذن الله في دوري. وزير الرياضة امبارح أعلن رسميا، وهو وزير اللي بيمثل الحكومة والمسؤول الأول، أعلن أن أخذ في موافقات من وزارة الداخلية على عودة النشاط يوم 26، وقال الكلام ده امبارح الدكتور كمال درويش رئيس لجنة الأندية، وبلغوني أن عبتدي نعمل حساباتنا على بداية يوم 26 للدوري. احنا اوريدي عاملين حساباتنا على احتمالات كتيره، كنا يعني كنا حاطين من ضمنها 26. هو سهل الموضوع انك تعمل اكتر من احتمال وتستنى؟ لا مش سهله، مش سهله، بس لازم تبقى عاملها، لازم تبقى عامل احتمالات، كل احتمالات قدامك عشان ما تزنقش. واحنا عشان كده الناس بتقول لي انت ليه عملت قرعه المجموعات وليه عاملين قرعه بكره كويس. اذا كانت لسه القصه ما كانتش واضحه والملاعب والكلام ده كله، لازم عشان ما تاخرش، عشان وقت ما نبقى جاهزين والدوله تدي الاشاره البدء نبقى جاهزين. يعني انت كلجنه مسابقات بخلص شغلي، مخلص ومستني. هنبتدي دلوقتي يا باشمهندس، خلاص هنبتدي دلوقتي، الجدول موجود يا جماعه اهو، اتفضلوا ان شاء الله. يعني عاملين احتمالات، بس طبعا هتختلف، يعني بيبقى فيها بعض التعديلات. ليه؟ لان لما بتعمل القرعه مين بيلعب مين والملاعب وتظبيط الملاعب دي مهمه. يعني انا مش هقدر اطلع جدول، اخلص القرعه اطلع جدول بساعتها، لان انا لسه ما جاليش الملاعب. أيوة. تحديد الملاعب من الامن. احنا عاملين تصور كامل. أيوة. من اسبوعين استلموا الكابتن ابو زيد وزير الرياضه وعرضوا على الجهات المعنيه كلها. بناء عليه انا مستني يجي لي ردود الملاعب اللي توافق عليها، هل في ملاعب ما توافقش عليها؟ طب البدائل، انا كنت حاطط 3 بدائل لكل الملعب. طيب ده كلام بقى، ده كده احنا بنتكلم في كلام اللي يا في دوري يا ما فيش دوري، يعني وبناء عليه انه حضرتك بتؤكد انه حتى الان لم تاتي الموافقات الامنيه على الملاعب اللي اختارتها لجنه المسابقات كده، مظبوط؟ لا لسه، لسه ما جاش. لا لسه جت موافقه على البدايه يوم 26. طبعا اكيد جهات المعنيه بتدرس، واخد بالك انها عشان يدرسوا قصه مش سهله. يعني وزاره الداخليه بتبعت للامن العام، يبعت لجميع المديريات، مديريات الامن، القوات المسلحه، لو في لعيبه في ملاعب القوات المسلحه بتدرس القصص دي، من قصص كتيره جدا وهيئات كتيره جدا في القوات المسلحه بتشترك فيها. فالامور مش سهله. فاحنا بنديهم وقتهم، مفيش مشكله، عندنا اليومين الجايين دول يدرسوا ويعملوا كل حاجه، بس يبعتوا لنا بحيث احنا الدوري ان شاء الله 26 على الاقل قبلها باسبوع يبقى معايا الملاعب كامله وبتاع، عشان اقدر اقول للناس ملاعب. حضرتك فسرها لي، لان انا سالت اكتر من حد من اعضاء مجلس اداره الاتحاد كانوا ضيوف علينا هنا في الاستوديو، وقالوا لي انه فكره الملاعب دي دلوقتي سابوها للانديه، هي كل نادي من الانديه يجيب ملعبه. هل حصل تغيير في الاستراتيجيه في الخطه دلوقتي بناء عليه لجنه المسابقات هي اللي بتبعت ولا لا؟ لا، هو كل نادي جاي يجيب ملعبه. لكن مفيش ولا نادي عارف يجيب موافقه امنيه اصلا خالص، فكل الناس بعتت انا عاوز العب هنا، لكن مفيش موافقه امنيه. فاحنا عملنا التصور عشان ما نضيعش وقت. تمام. واللي عارف ان الانديه لما تروح لمدير امن لوحدك كنادي، بس بصراحه اي مدير امن يقول لك لا مش وقته، انا مش عاوز مشكله، مش هيئه منوطه يعني. لكن لما تيجي وزاره الداخليه والدوله بالحكومه والدوله كل جهات المعنيه تاخد قرار، الحكومه تاخد قرار والدوله تاخد قرار، الدوري يوم 26 تختلف القصه. بقى وزير الداخليه هيقول لا هنلعب، يبقى الملاعب دي لازم تجهز، المديريات الامن دي لازم هتشيل الملاعب، الا في بعض طبعا الحالات الامنيه اللي هي ممكن تبقى مستعصيه، اكيد هيدرسوها كوزاره الداخليه ويقولوا لنا ايه البدائل. طيب ممكن حضرتك تقول لي الملاعب اللي تم تحديدها للانديه ولا لا؟ احنا انا بعت الاقتراح الاول جميع ملاعب الانديه، كل واحد يلعب في ملعبه. سهله. كل واحد يلعب في ملعبه، كل واحد. يعني الزمالك يلعب في حلم زموره مثلا؟ لا هيلعب في استاد القاهره طبعا. استاد القاهره يعني الملاعب المعتمده يعني. عمره ما لعب في حلم زموره ولا في التتش. ماشي. يلعبوا في استاد القاهره. الاسماعيلي يلعب في اسماعيليه او القناه، الاتحاد هو سموحه يلعبوا في استاد اسكندريه. كويس. الجيش يلعبوا في ملعبه، والانتاج في ملعبه، والحرس في ملعبه. فحطينا كل الاوبشنز المقصه في الفيوم، بني سويف في بني سويف، المنيا في المنيا. لو بقى هنشوف بين قوسين على انه الدوري يبقى بجمهور ولا من غير؟ لا حطينا كل الاحتمالات. طبعا الامن هيبقى ليه، احنا قلنا احنا نفضل من وجهه نظرنا الجمهور بعدد محدود في الاول. لكن لو لقى الامن ان الظروف اللي احنا فيها دي، خصوصا داخلين على استفتاء وداخلين على انتخابات، ان ممكن يبقى اول كام اسبوع 3 4 اسابيع 5 اسابيع بدون جمهور، وبعد كده نفتح للجمهور، ما فيش مشكله. بس نفسي ان الجمهور يخش الملاعب. نفسك ويتفتح طبعا.
على فكره دخول الجمهور اصعب اسهل من انك تمنع جمهور. تمنع جمهور محتاج حراسه مشدده عشان ما حدش يقرب ويحصل، لكن لما يخش جوه اسهل لك، يعني المنع ده مش هيبقى موجود، انت بس سيطره على السلوكيات جوه الملعب وعلى التنظيم، فقصه هتبقى اسهل شويه. وبعدين دخول الجماهير مش هيبقى فيه مصادمات، الجمهور عاوز يخش ويفرح وينبسط. انتوا يعني الناس مش حاسه او الدوله مش شايفه دي، ان ساعه مباراه الزمالك في الكاس والاهلي في افريقيا ومصر وغانا الشعب كان عامل ازاي؟ اهتمام الشعب بالكوره، الفرحه اللي كانت على الناس، والناس كلها قاعده تتابع التلفزيونات في كل حته اللي في البيوت والكافيهات وقهاوي، كل الناس قاعده ما فيش حاجه بتعملها الا قاعده متابعه الكوره، الحديث كله على الكوره، الطاقات كلها رايحه في الكوره، يعني جزء كبير منها. الناس مبسوطه، الناس بتحب الكوره، يعني مدر احنا شعب بنحب الكوره ومهتمين، بجانب انها صناعه، بجانب انها ناحيه فنيه ادت لخروج المنتخب، طبعا عدم وجود نشاط ادى لخروج المنتخب ما فيش نقاش، يعني بجانب الفروق طبعا غانا احسن والكلام ده كله ده متفقين عليه، لكن احد الاسباب كان عدم وجود نشاط. طيب يا باشمهندس حضرتك قلت لي انه الخطه الاولى اللي بعت بيها انه كل فريق يلعب على ملعبه، طيب الخطه لا في بقى بدائل ثانيه وثالثه مش طيب. مش انا مش عارف هل بتخشى من فكره انه لما تحط بدائل اخرى للانديه تيجي تقول لك في نهايه الموسم زي ما حصل الموسم اللي فات؟ واحنا قاعدين في لجنه الانديه أيوة. في الاجتماع الاول انت سبقتني بس عشان الناس كان في 20 نادي عشان ما حدش يقول لك انت ما بتلعبش على الموضوع ده ارض محايده، وقلنا يا جماعه احنا الظروف وادي البلد انتوا النشاط عاوزينه يرجع واحنا كلنا عاوزين نرجع، لو حصل ان واحد هيلعب بره ملعبه كل قال لا احنا مقدرين هذه الظروف، 20 نادي كانوا موجودين وكل الناس اجمعت على هذا وعن الهبوط وعلى الكلام ده كله. لازم تاخدوا موافقه كتابيه لازم الانديه توقع، لانه السنه اللي فاتت الحاج احمد الصحيفي مشرف العام لنشاط كره القدم قال انا ما وقعتش على حاجه، على فكره مفيش حاجه اسمها ملزم انه يوقع على انه يلعب ولا ما يلعبش، ده قرار اتحاد الكوره، قرار لجنه المسابقات اللي منبثقه من لجنه الانديه اللي مختاره من لجنه الانديه، ده قرار الانديه تلتزم، لكن انا بقول لك الانديه واحنا قاعدين انا مش لازم افرض طب واحد ما رضاش يمضي ما لعبش الدوري يعني ولا اعمل ايه؟ مفيش حاجه، القرار ملزم، قرارات لجنه المسابقات ملزمه. طب وافرض جالك في نهايه الموسم هينزل مع السلامه، هتنزل هينزل هينزل كلام هينزل السنه اللي فاتت لولا ان الدوري اتلغى يعني لولا ان الدوري اتلغى ما اقدرش تنزل ناس والدوري ما كملش، لكن لو كان الدوري كمل اقسم لك ان كان فيه هبوط ولا الكلام ده خالص. فالدنيا هبوط هبوط، اللوائح لوائح، النظام نظام. وانا بقول لك الروح اللي عجبتني المره دي اللي شفتها واتمنى انها تستمر لغايه الاخر من غير بعد كده الانديه اللي ابتدت تبقى مهدده انها تبتدي تزايد وتخش في القصه، ان الكل قال لك احنا في ظروف. عاوز اقولها لك بقى في الاتحاد الافريقي ازاي؟ اتفضل. انت هنا بتاخدها على انديه، في بعض انديه ان الامن بيقول لا مش هينفع تلعب، طب انت لما تروح لدول بيلعبوا منتخبات تروح لدول في افريقيا يكون فيها انقلابات ولا مشاكل، صحيح، والاتحاد الافريقي ينقل المباراه بره، هل هو بيقول انا كده ما خدتش تكافؤ فرص وما لعبتش في ملعبي؟ لا دي مشكلتك انت، صح، يعني مشكلتك كبلد، هي قصه منقوله هنا، مشكلتك كمدينه او كاستاد الناحيه الامنيه عندك، مش مشكله شخصيه، ما برضو المنتخب مش مشكله شخصيه، ولكن ظروفك حطيتك في الموقف ده، فبالتالي زي ما بيتطبق في الاتحاد الافريقي في الاتحاد الدولي بنفس الكلام، الاتحاد الدولي كان منع اللعبه في العراق ولغايه دلوقتي الاتحاد الدولي كان في الوقت الحروب في يوغوسلافيا وصربيا والبوسنه كان مانع اللعب، فالكلام ده وارد وبتلعب في اي بلد تاني. اذا حضرتك بتؤكد انه النادي اللي لن يلتزم بالامور المتعلقه بلجنه المسابقات وانه في نهايه الموسم هيجي يقول لا اصل ما كانش في تكافؤ فرص هينزل هينزل، وبعد خد بالك دي لجنه الانديه السنه دي هي اللي بتدير، فلجنه الانديه بالنسبه لها القصه واضحه، يعني هو قال قدام الانديه يعني الموافقه واحنا قاعدين في الاجتماع الكل وافق قدام الانديه. طيب ده شيء ايجابي وشيء سلبي، هسالك بصراحه شديده، الناس بتقول لجنه المسابقات لجنه الانديه دلوقتي جايبه هي اللي جايبه لجنه المسابقات، وبالتالي هيبقى في نوع من انواع المهندس مازن مرزوق ممكن لجنه الانديه هي اللي جايباه، وبالتالي هيبقى في شويه حنيه في القرارات، ممكن النادي الفلاني عايز ياجل فيتم له التاجيل، النادي الفلاني مش عايز يبقى فيه عقوبه مش هيبقى فيه عقوبه، يعني كان معايا مثلا سياده العميد علي غيط عضو اتحاد عضو نادي اتحاد الشرطه، وكان بيتكلم معايا انه العقوبات الماليه مش هبقى يعني احنا مش عايزين يبقى فيه عقوبات ماليه لان مش عاوز هترهق الخزنه، هو مش عاوز دي قصته، هو كل واحد حر يقول رايه انه عاوز او مش عاوز، لكن القرار فيه هيبقى فيه عقوبات طبعا، في حته في العالم ما فيهاش عقوبات ماليه، اي دوله في العالم بتلعب كوره ما فيهاش عقوبات ماليه على الانديه ولا اللاعبين ولا من فين الكلام ده؟ طبعا في ما فيش حاجه اسمها ترهق، امال تعاقب الناس ازاي يعني؟ يعني في عقوبات طبعا في مالية. عقوبات طبعا في عقوبات بكل انواعها كل انواع العقوبات هتلاقيها. فانا بقى اتاثر بهذا الكلام زي ما لجنه الانديه كانت بتدير، مثلا فاكر كان اتحاد الكوره بيدير
اتحاد الكوره كان ممكن يكون يقول لك يتدخل او حاجه. عمر ما حد تدخل في عملي. بنفس القصه مع لجنه الانديه، ما حدش هيتدخل في عملي، وانا عمري بسمح بحب تدخل اي احد اي بني ادم في عملي. بدل انت اديتني الثقه حتى اللي ادوا لك اصواتهم في اللجنه. طب ما اتحاد الكوره اختارني السنه اللي فاتت واداني الثقه، هل معنى كده هسمع كلام اتحاد الكوره بيقول لي اجل ولا عشان خاطر؟ ما بعملش الكلام ده، هم بيتدخلوا. انت حاجه في منصب تطوعي ولا بتاخد عمل؟ تطوعي. لا تطوعي. تطوعي، مع ان القانون بيكفل لك انك تاخد. انا طول عمري ما في اتحاد الكوره بتعامل دايما تطوعي. انت عايز تتحلل من اي قيود عليك؟ لا، اصل انا ما بشتغلش بعقليه موظفين. انا مش موظف اتحاد الكوره. كويس. ولا موظف، انا رئيس لجنه. رئيس لجنه بشتغل بمخي. الفكره اهم حاجه. لكن الموظفين ليهم وظائفهم، يروحوا يشتغلوا موظفين. لكن انا قصه، انا عشان كده عمري بشتغل دايما تطوعي. وده مبدئي دايما. يعني الناس تقول لك ساعات المحترفين احسن. المحترفين عشان تجيب محترفين محتاج تدفع قد اللي هتدفع في اتحاد الكره 3-4 مرات عشان يقبلوا. لكن اقبلها تطوعيا، هتلاقي المتطوعين دايما احسن من المحترفين. لان مش هتلاقي محترف هيرضى بالمبالغ اللي بياخدها اتحاد الكره وهيكون على المستوى اصلا يعني. انا دايما بره في موضوع تطوعي ده، ما فيش نقاش فيها. طيب، ممكن حاجه دلوقتي اكدت لي انه ما فيش حد من لجنه الانديه باي حال من الاحوال هيقدر يضغط على لجنه خلص المسابقات خالص، ولا تدخلات ولا اي حاجه خالص، ولا تاجيلات ولا اي حاجه. انا ده مبدئي، انا لا باجل ما اعرفش القصه دي. بس على فكره الموضوع ده هو اللي كان مخوف الناس منك. في انديه بالاسم انا عارفهم عندهم تخوف ان انا ما باجلش او ما اقول لك بالظبط. اللي اتقال عليك ايه بالظبط؟ اللي اتقال انه مش قال عليك من ورا ظهرك، اللي اتقال يعني حاشا لله ان انا اكون بنقل حاجه مش مظبوطه يعني. اللي اتقال انه المهندس مازن هيجي عايز بقى فكر بقى جديد، وعايز فكر اوروبي، وعايز يعمل مش عارف كذا، عايز يعمل كذا وعايز يعمل كذا، والبلد مش مستحمله. انما في اسم تاني كان موجود، كان ممكن يبقى في شويه نوع من انواع المرونه. مش الراجل كان مش شخص مش كويس، ولكن هيبقى في نوع من انواع المرونه. المرونه دي مش هنلاقيها مع المهندس مازن مرزوق، عشان كده احنا هندي صوتنا ليه الحاج عامر حسين تحديدا بقى. بغض النظر عن القصص دي، انا والحاج عامر حسين احنا اخوات. مفيش بيننا، بالعكس، اي واحد فينا وهو الحقيقه خبرات عاليه جدا وكفاءه كبيره جدا يعني. لكن انا ما عنديش مبدا تاجيلات. السنه فاتت عملته وطبع الانديه كلها بلا استثناء. يتاجل لظروف امنيه، ده حاجه مش بتاعتي. ان ثوره تيجي تلغي دوري حاجه مش ايديا. لكن انا الغى عشان النادي عاوز ياجل، عشان عنده ماتش عربي افريقي ودي، انا ما بعملش الكلام ده خالص. عنده ظروف، عنده، انا ما اعرفش، ما فيش حته في العالم بتعمل كده الا لظروف. السنه دي في ماتش في الدوري الايطالي اتاجل. ليه؟ كان في اضرابات في روما. والماتش كان في روما، اجلوه يوم. عشان كان في مظاهرات واخدين لها تصريح وعارفين انها طالعه، فاجلوه. بتحصل في هولندا، لكن كلها حاجات امنيه. لكن انا ما باجلش حد. جدول لما ينزل خلاص على الكل. وانا بقول برضو للانديه استعدوا، لان برضو لازم نشتغل على النظام الاوروبي. هتقولي اللعيب المصري مش اللعيب المصري، ده كلام هزار. هو كمل التصريح، استعدوا لايه؟ استعدوا لان الدوري هيبقى زي نظام بره. بالظبط. وهيبقى اللعب ممكن يبقى في خلال 3 ايام. احنا انا السابق كنت بلعب في 4 ايام. لكن ممكن جدا يكون انديه عندها 3 ايام وهتلعب. مفيش مشكله خالص. بره بيلعبوا سبت وثلاث. هتقولي اصل بره اللعيب الاوروبي، اللعيب الاوروبي بيجري 12 كيلو، احنا بنجري 5 كيلو. اللعيب الاوروبي بره في مانشستر سيتي ولا يونايتد بيقابل تشيلسي، بيقابل ارسنال، بيقابل ليفربول. هنا انا مؤاخذه تاني يروح يلعب في دوري ابطال، بيقابل اسماء ايه؟ ما هو بص، المنافس بالنسبه له ايه، وبيجري ايه، والمجهود بيعمله ايه، وبيلعب. القصه كلها علم. المدربين عندهم علم الاحمال، علم الريكفري، القصص دي كلها. يعرف يوظف فرقته ويلعب في 3 ايام في 4 ايام. ما هو ده اللي الناس كانت خايفه. ما هو ده الناس اوروبا لعبوا في انجلترا، لعبوا في 48 ساعه. تشيلسي لعب مع ارسنال ومانشستر سيتي حد وثلاث. طبعا عمري ما هعملها. لكن هو بالظبط كده، اذا عملت كده يعني ما اعتقدش انه في حاجات تتعمل. لان ده خلاص، ده طبيعه الكره في العالم. ولازم نتاقلم. الفيفا دي دلوقتي ما بتسمحلكش انك تعمل معسكرات بالشهرين والشهر مفيش الكلام ده خالص. مفيش. واللعيب المصري واللعيب التشادي واللعيب النيجيري مفيش الكلام ده خالص. هو اللعيب لعيب. لازم يتاقلم على كده، بدليل ان احنا بتروح بطولات عالميه بتلعب في 3 ايام. الاهلي لو هيلعب يوم 14 لو كسب هيلعب 17، هيلعب بايرن ميونخ. وبايرن ميونخ يعني هيلعب في 3 ايام. محدش قال اشمعنى. مفيش. الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي الناس بتحطه على راسهم. الاتحاد المصري ازاي هتعمل شخصيه في عملت اللك؟ انا عملتها من السنه اللي فاتت والناس كلها اقتنعت. وانديه على فكره كلمتني كتير جدا ورحبت بهذا. في بعض بيعترض لانه اكيد مش مصلحته. لكن احنا يهمنا مصلحه الكره المصريه. ما اقدرش اشتغل لنادي على حساب نادي. انا بشتغل منظومه كامله. بالنسبه للمعسكرات للمنتخبات، هل قعدت مع كابتن شوقي غريب، قعدت مع كابتن حسام البدري، ولا لسه هم ما حطوش الخطه؟ لا، اتصالات تليفونيه، وفي قعده الاسبوع ده ان شاء الله يعني مع الاثنين عشان التنسيق للقصص دي، ودي ما فيهاش مشكله يعني. طب ازاي حضرتك حطيت الجداول من غير ما تسيب لها مساحات فراغ لل لا اكيد سايب. انا سايب اكيد. انا عارف انا ان انا سايب ايه. وباخد بالك انا برضو عامل الجدول بالقلم الرصاص.
لان بناء على الجدول اللي هيطلع مين هيلاعب مين والملاعب قد يحصل بعض التغييرات. فانا بعمل بقلم رصاص وبمسح. لكن انا عارف ان الفيفي فديت امتى وعارف يعني انا اللي قعدت وبديلهم الاجنده معايا الاجنده فيها الماتشاتهم الافريقيه امتى في افريقيا في تصفيات انت في الفيفا ديت ماتشات وديه من حقه يلعب امتى فالكلام ده ما فيهوش نقاش. تاخد وقت قد ايه عشان تحط جدول الدوري الممتاز؟ 24 ساعه كتير. 24 ساعه بس؟ اه 24 ساعه متعود. لوحدك ولا بتستعين بحد؟ لا انا بقعد لوحدي كده بقفل على نفسي واقعد معايا ورق والاجنده واقلام واقعد امسح واحط وبتاع واقعد اوصل للتبديل وتوفيق لان بحاول برضو انا مش بعمله من كره بس انا بحاول يعني سافر كنت بحاول ارضي الامن علشان الملاعب كويس كان كله في مديريه امن القاهره شايله الليله كلها الحقيقه فكنت بحاول كان بناء على الاتفاق معاهم ان احنا نوسع شويه علشان ما يبقاش في ماتشات كتيره جوه القاهره في نفس اليوم بيبقى ضغط عليهم كبير. هل انت برضو مسؤول عن المواعيد يعني ميعاد المباراه الصبح او الليل؟ طيب هل فعلا المباراه كلها تم تجهيزها على انها تكون الساعه 1 الظهر ده بطلب من الامن الشفهي؟ مفيش الكلام ده مش صحيح. مفيش اي حاجه مفيش حد قال من الامن ده كلام برضو مهم مفيش حد من الامن قال انه المباراه تبقى الساعه 1 راحت قال بعيد عنا يعني ما وصلش لاتحاد الكوره كان في اقتراح حد قاله او اي حاجه كده لكن مفيش اي حاجه رسمي بخصوص هذا المعاد. هل تخشى من الغاء الدوري العام بالكامل يعني نخش في فكره بعد الاستفتاء على الدستور نتحول الى مجلس الشعب بعد مجلس الشعب انتخابات رئاسيه الامور ديت؟ محدش عارف ما اقدرش افتي اقول المستقبل فيه اتمنى لا لكن السنه اللي فاتت محدش كان يتخيل ان هيحصل فيه ثوره يعني وانت في اخر اسبوع في الدوري ثورتين على طول كده محد يعني احنا خلاص كنا فاضل اسبوع محدش تخيل ان هتقوم ثوره في بلد ودي عمر ما حد يقدر يتوقعها يعني ممكن الارصاد تتوقع اجواء جويه امطار بتاع حاجات كده لكن ما اقدرش اتوقع مظاهرات او انقلابات يعني او مظاهرات او تغييرات او ثورات او اي حاجه انا ما اقدرش القصص دي ما اعرفهاش يعني طيب انا خد بالك في حاجات تانية الناس ممكن تحصل زلازل ممكن تحصل يعني في اسيا وامريكا الجنوبيه في بتحصل زلازل في اعاصير في يا قدر الله حاجات طبيعيه بتبوظ الدنيا. هتبتدي تقعد امتى مع كابتن شوقي غريب وكابتن حسام البدري تظبط؟ يمكن الاسبوع ده ان شاء الله خلال الاسبوع ده. ايه اهم المعايير اللي انت بتاخد بالك منها وانت بتقعد مع الاجهزه الفنيه للمنتخبات؟ لا المعايير ان انا امشي بقدر ما على الفيفا ديت ان انا ما اطلعش طبعا ما اقدرش اطلع بره كتير الا لو ظروف تسمح لي لو انا عندي توقفات خد بالك انا عندي هيبقى في شهر يونيو بالكامل من اول من اواخر مايو ل 12 يوليو ايقاف كامل ساعه نشاط كاس العالم. طيب حابب اخرجك شويه كده من الاجواء المحليه المصريه وتعالى اوريك فيديو لامبارح كان حصلت ازمه كبيره جدا في مباراه في الدوري البرازيلي ما بين جماهير فاسكو دي جاما و بارانيانس مشكله كبيره جدا توفى فيها احد المشجعين تم الاعتداء من قبل الجماهير على بعضها ده اقتحم على ده المدرجات حصلت مشكله كبيره. عايز اخد رايك في النوع ده من الشغب الجماهيري وايه اللي بيوصل الناس. الفيديو هو معانا يا باشمهندس. يعني دي كانت المباراة دي أقيمت في الدوري البرازيلي ونشبت معركة بين جماهير الفريقين في المدرجات اللي حضرتك بتتابعها. على فكرة البرازيل والأرجنتين منتشر العنف ده جدا عندهم ولكن برضو على الناحية التانية يعني طبعا ده شيء مش مطلوب كل الكرة فيها علقة الكرة فيها بتحصل مشاغبات بتحصل خلاقات بعض في بعض المباريات لكن ما توصلش لهذه المراحل طبعا. البرازيل والأرجنتين بالذات عندهم عنف جامد جدا صربيا عندها عنف جامد جدا في ملعبهم لكن بيتم التصدي ليهم والدوري ما بيقفش دي مهمه دي يعني برضو انا عاوز اقولها ان يعني لا قدر الله الحوادث وارده في اي حاجه يعني هل لو دخل في فندق حصلت حادثه نقفل الفنادق مطعم واحد جاله تسمم نقفل كل المطاعم يعني قصدي برضو كل حاجه بالعقل. بس بقى الامر التطور ازاي دخلوا اقتحموا على مدرجات شفت الفيديو الاخر وصلت لدرجه انه الجيش تدخل وبعتوا جابوا قنابل مسيله للدموع وطائره عشان تشيل المصابين طبعا عمر ما حد بيتمنى ان نوصل لهذه المرحله يعني يعني خلاص حصلت حادثه عندنا ارجو انها ما تكررش وننساها بقى من الذاكره لكن انا بقول لازم العجله دايما تستمر يعني لازم العجله دايما تدور وارد انك تحصل حوادث لكن ان شاء الله ما تحصلش ان شاء الله اتمنى ان الامن يكون قادر اتمنى ان الجمهور نفسه يكون واعي جدا ان احنا في مرحله يعني مرحله تاريخيه في البلد ان احنا عاوزين نبص لقدام
مش عاوزين نفكر ان احنا نخش خناقات ولا الكلام ده كله. شجعوا وغنوا واعملوا اللي انتوا عاوزينه ورقصوا ودخلات زي ما انتوا عاوزين، لكن بدون خروج، بدون خناقات، بدون مشاكل. ليه؟ احنا رايحين نستمتع. المتعه دي مش متعه. بص 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 يا باشمهندس، ضرب مبرح الحقيقه لحد ما الراجل يعني سقط يعني حاجه. طيب انا اسال حضرتك حاجه، هل في لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم احنا عاملين حسابنا لكل الحاجات دي؟ في عقوبات لكل امور اللي ممكن فيه؟ طبعا. طب يعني زي ايه مثلا؟ يعني عمرك ما تقدر تحط في لائحه المسابقات اذا قتل من الجماهير واصيب؟ اذا قتل لا، ما اقدرش احط كده في اللائحه، لان لو وصلنا المرحله دي لا، دي مرحله فوق يعني، فوق بقى لجنه المسابقات، دي قصص ثانيه. طيب يعني اللي غطي ده قانون شغب؟ طبعا قانون شغب، لازم قانون شغب لازم يعني دي ما فيهاش. ولازم يتم دلوقتي عمل قانون للشرطه المدنيه لامن الملاعب، الشركات الخاصه. ده كلام مهم اللي انت حاجه بتقوله في العالم. انا اقدر بكره اعمل شركات امن ملاعب مع وزاره الداخليه واقتراح ويتم، لكن ما فيش قانون مفعل عشان الناس دي تشتغل. وانا دلوقتي شركه امن خاصه، هخش الملعب امسك اقبض عليك باي صفه، امسكك باي صفه، مش هعرف. فلازم يكون في قانون شغب، وقانون للشركات الخاصة بأمن الملاعب لازم يتعمل لها قانون معين. لكن اللائحة ما تقدرش توصل لدرجة إذا قتل من عمرك ما تقدر تقول في اللائحة كده ولا في اتحاد دولي كده. أنت بتوصل لمرحلة ضرب وطوب، اشتبك جماهير، لكن أكتر من كده ده بره كرة، ده جناية يعني. جناية يعني قصة. ما هتمنع اللعب في الاستاد، وتمنع ممكن زي ما حصل مع نادي المصري ويتمنع الفريق من اللعب و و و وتخش في الكلام ده. ده اللي انت تقدر لكن عليه. احنا مش عاوزين كده. وانا يعني انا مش عاوز يعني اخش في التفاصيل الموضوع زي ده. الموضوع ده بعيد خلاص بقى، يعني حصلت مرة كارثة لقدر الله. معلش بس خد بالك، اتمنى انها ما تكبرش. خد بال حضرتك، ان شاء الله باذن الله مش هيتكرر، ان شاء الله باذن الله مش هيحصل. بس لما بتحصل مشكلة عندنا في مصر بنيجي ندور، طب ليه ما تمش الاستعداد؟ طب ليه ما حصلش؟ طب ليه ما فيش تجهيزات؟ هو مش هيخش برضه، خلينا منطقيين. سافة الأيام بدون جمهور، السنة دي ان شاء الله يبقى في جمهور بس بأعداد محدودة. يعني الاستاد ده كله يبقى في مثلا 2,000-3,000. فيبقى ما تقدرش تحكمها يا باشمهندس. لا تقدر تحكمها ليه؟ يعني الامن بيتضغط غصب عنه، بيبقى في عدد من الجمهور كبير جدا عايز يدخل، فبالتالي بيفتحوا لهم. انا هبقى واقعي معاك، ويدفعوا لهم شماريخ وحاجات زي كده. لو دخل 3,500، لو دخل 4، مش دي الفرق. لكن الاستاد مش هيتملي، مش هيخش 10، لان بيطبع عدد معين من التذاكر. تاني حاجه، هو مين بقى، خلينا واقعيين، هو مين اللي بيخش؟ هو جمهور الالتراس. جمهور الالتراس بيبقى قد ايه في الملعب؟ 3,000 4,000. هو الجمهور الطبيعي اللي هو انا وانت وواحد واخد مراته وواحد واخد عياله، لما يلاقوا قصص كده هم هيبتعدوا. لما يلاقوا الامور محدوده مش هيروح. هيقول لك انا مش هروح بقى دلوقتي، مش وقت المشاكل، انا هقعد اتفرج في البيت. وده واقعي يعني، ده بيحصل. يقول لك انا ايه اللي هيدخلني في مشكله ولا اشتباك ولا يمنعوني؟ يقول لك العدد ومش بتاع. فاللي هيروح هو جمهور الالتراس. جمهور الالتراس في حدود هذا العدد في كل مباراه. ممكن اخد من حضرتك امثله للعقوبات اللي هيتم توقيعها السنه دي؟ اي حاجه تتخيلها موجوده. يعني مثلا البنود، مثلا اقتحام الجمهور للملعب، موجوده بس مش حاضر اتكلم في التفاصيل. مش عايز ما تعتمد لغايه ما تعتمد رسميا. هرفع عن حضرتك الحرج في الموضوع ده. بس انا بقول لك كل حاجه ممكن تتخيلها انا حاططها في اللائحه. حاططها ماشي. عايز اخد حضرتك في اتجاه تاني. المفروض انه الكره الذهبيه، ريباري وميسي ورونالدو، عارف ان انت عندك اهتمامات اوروبيه كبيره جدا، هاخد راي حضرتك في الصراع ده الثلاثي ريباري وميسي ورونالدو. تدي صوتك لمين لو في امكانيه لده؟ وهاخد الاجابه من حضرتك بعد الفاصل.